الصناعي يؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة. ضيف العزيز هو طبعا قمة علمية كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، وهو واحد من قمم هذه الجراحة مش في مصر بس، في الوطن العربي، وواحد من البارعين في عالم الجراحات المتخصصة وعالم جراحات محدودة التدخل، هو أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بك يا دكتور أيمن. هل الناس بتحب اللي بيضحك عليهم؟ دي حقيقة بجد للأسف. مش كل الناس طبعا، يعني أحسن ناس ما يضحكش عليها هي الناس اللي عندها خبرة. الخبرة دي ممكن أكون باخدها من المجتمع حواليا، من حد جاري، من حد صاحبي، من حد أنا عرفته. لكن دايما الناس بتدور على الحاجة السهلة، وزي ما بيقولوا كده وراء كل نصاب طماع. ازاي طماع؟ انا اسف، هو الطمع في انك تبقى بصحة جيدة ده مطلب شرعي ومطلوب وده هدفنا كلنا، ولكن انك انت تبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في العمود الفقري وتتصور انك انت هتحل المشكلة دي بجلسة عند واحد انا اسف كل تعليمه انه يعني بيعرف يقرأ ويكتب يدوب، وتتصور ان الجلطة اللي حصلت في المخ كل علاجها انك تروح لواحد يقطع لك في جسمك عفوا وينزل شوية دم ويقول لك دم فاسد ويضحك عليك بالكلام ده كله. للأسف في اطباء دلوقتي خريج كلية الطب، في بعض انا شفتها، انا لسه شايف حد امبارح وبيتكلم في الحجامة على انها علاجات وانه عامل مؤسسة وبتاع حاجة، يعني تدعو للأسف الشديد ان واحد خريج كلية الطب، يعني اللي كان بيكلم معرفش كان خريج كلية الطب ولا بيدعي انه خريج كلية الطب، فتبقى نصيبة انه حد خريج كلية الطب وان كان فاشل. ما هو في مش كل خريج طب شاطرين، ما ممكن واحد يكون خريج طب فشل يعني طبعا. للأسف امتهن هذه الخزعبلات. يمكن دايما لما بيبقى عندنا حاجة صعبة بندور على حلول وهمية ليها. يمكن دايما الناس بتتكلم عن الجن وطبع له يعني كتب وأساطير وبدل انه حاجة مبهمة وبيحط المعجزات مع ان ده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، له ما له وعليه ما عليه. جراحات العمود الفقري من الحاجات الصعبة جدا، مشاكل العمود الفقري بالذات من أصعب المشاكل اللي بيواجهها الإنسان. ولما تتعامل مع حاجة صعبة انت بتدور على حاجات كتير جدا، وساعات الواقع بيبقى مؤلم فالناس بتتصدم بالواقع ده فتبحث عن الوهم. ما بتلاقيش في الدول الغنية المتطورة حد بيطلع إشاعة أنه بيولد الفلوس أو بيجيب الزئبق الأحمر عشان يطلع، بتلاقيه ده في الدول الفقيرة لأنه هو المال بالنسبة له مطلب يومي. بالتالي ما تلاقيش حد بيتكلم عن الدجل كتير في التجميل أو في الأمراض السهلة، لكن بيبقى في الحاجات الصعبة عمود الفقر. طب خلينا نبدأ بداية قوية جدا. النهاردة عندنا فقرات كتيرة، عندنا أشياء كثيرة، في فوازير، في أفلام كمان، مش أفلام، وقائع وبمسميات معينة حضرتك هترجمها لنا للواقع المخ والأعصاب، لكن نبدأ بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ كبار السن والفيميل، النساء هم الاكثر عرضه لمشاكل العمود الفقري والعظام. طبعا اسود طبعا. اكثر مشاكل العمود الفقري بتعتمد اكثر على السن. لو احنا بنتكلم عن فئه الشباب والسن الصغير بيبقوا الرجال اكثر، بالذات في مجتمعنا، لان الرجال بيتعرضوا للاعمال وللشغل وللشيل والمجهود العنيف. في مجتمعنا برضو لما نيجي نعدي السن ده اللي هو عدينا ال 35 40 سنه بتبقى الستات اكثر، لحد سن ال 60 سنه 65 سنه، لان الستات عندنا للاسف اللياقه البدنيه
بتضعف قوي 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 عندهم عند سن من 35 والفوق بسبب الحمل والولادة المتكرر، بسبب عادات الغذاء الغير منتظمة، بسبب عدم الانتظام في اللياقة البدنية والرياضة. فالموضوع كله بيعتمد على إحصاءات، كل مجتمع غير التاني، مش كل المجتمعات زي بعضها. يعني أمريكا غير أوروبا غير مصر غير أفريقيا غير شرق آسيا. إذا جاء المريض مبكرا صعب أوي، فإن التدخل الجراحي يصير يعني نسبته أو فرصته قليلة للغاية. أبيض ولا أسود؟ أبيض طبعا. كل ما عالجنا بدري كل ما كانت النتائج أحسن بكثير جدا جدا جدا، وكل ما كانت وسائل التعامل مع المشكلة أسهل وأبسط على المريض وعلى الطبيب والنتائج أفضل. وبالتالي العلاج الجراحي ما بيبقاش أبدا في الحالات اللي جاية بدري. والأجمل من ده كمان الوقاية. يا سلام لو عندنا توعية. احنا يمكن عشان كده برامجنا دي وظهورنا دي بتغير في سلوك المجتمع، تغير في العادات، بتوصل الصحيح وتصحح المفاهيم الخطأ. ثلاث حاجات لعبوا دور كبير جدا وراء تقدم جراحات العمود الفقري. أولا الجراحة الميكروسكوبية والجراحة الملاحية وجراحات المناظير. أبيض طبعا. أبيض طبعا. شديد البياض ده. أبيض، لأن أنت انتقلت بالمريض بتاعك من حقبة إلى حقبة أخرى. النهاردة لما بنعمل عملية بالمنظار، العملية بالمنظار دي بتحل لنا معضلة كبيرة جدا جدا، بتحل لنا مهمة كانت مستحيلة. إزاي مهمة مستحيلة؟ إن مريض عنده غضروف، ضغط على عصب، مؤثر على الرجل، بدخل أعمل له عملية والمريض أول ما يفهم البنج بيقف ويمشي ويقعد ويوطي ويتحرك. ليه؟ لأن ما شلتش أي حاجة من تركيب العمود الفقري الطبيعي، يبقى أنا حققت المهمة المستحيلة. التكنولوجيا الحديثة في جراحات العمود الفقري جعلتنا نتدخل أو نستطيع التدخل لعلاج أكتر من غضروف في عملية واحدة. أبيض طبعا. ده احنا مش بس بنعالج غضروف، ده احنا بنعالج غضروف وممكن نعالج خشونة، وممكن نعمل تثبيت فقرات، وممكن نعمل توسيع لقناة الحبل الشوكي مش 3 × 4 × 1. ده احنا بنعمل كتير جدا جدا باستخدام التكنولوجي وبأقل القليل من الفتحات وبأقل القليل من العبء الطبي والعبء المادي على المريض. عندي أول جملة أو أول كلمة هي هذه: الخديعة الكبرى. ما هي الخديعة الكبرى التي ربما تطلق حول مريض بمرض من أمراض العمود الفقري؟ الخديعة الكبرى هي العلاج بدون جراحة، بدون مشرط، بدون ألم، بدون 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 بدون. دي خديعة كبرى، وناس كتير جدا برجلها بتيجي في المضاعفات والمشاكل الكبيرة بسبب هذه المشكلة. واللي بيقول كده بيبقى عامل زي اللي بيلم الفراشات على الضوء عشان يموته. فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي بنقولها يا جماعة، خلينا واقعيين. احنا عندنا مشاكل في العمود الفقري وهي مشاكل صعبة هنتعامل معها بالعلم. دايما بقول لتلامذتي يا ولاد خدوا بالعلم، لان العلم لو كان لقى في السحر وسيلة نافعة كنا هنتعلم السحر ونعلمه لكم. في اكتر من كده، ما هو اللي بيقعد يدرس سنين ده مش صعب ابدا عليه انه يمسك عصاية ويعالج بيها، والله ما صعبة، ده بيعمل اللي اصعب من كده بكتير. طيب هنا يجي السؤال الثاني: من هو الحريف في جراحات العمود الفقري؟ الحريف ما بيتعلمش او ما بيتولدش في لحظه، ما بينبعث كنبي. الحريف ده هو الانسان اللي اخد باساليب العلم الحديثه، اللي عنده موهبه وامانه علميه وبيبذل مجهود، ومجهود رهيب جدا. وعلى فكره احد اهم المجهود اللي بيعمله الطبيب الحريف انه بيشوف عينين كتير جدا، بيعمل عمليات كتير جدا. احد الحاجات اللي بتميزنا في الدول الاوروبيه وفي امريكا لما بنسافر مؤتمرات او لما الواحد فينا بيروح يشتغل هناك، وده تجربه انا بعيشها دايما، بعيشها الايام دي، ان لما بروح اعمل عمليات بلاقي اللي بعمله هناك اقل بكثير جدا من اللي بعمله هنا. زي ما بيقولوا كده العين بيجي لنا هنا بعد ما يكون استوى من جميع الجهات، وبتعامل هنا مع مشاكل صعبة جدا جدا جدا، فبالتالي هناك بالنسبة لي بتبقى المشاكل أقل وأسهل.
لما كنت بدور على الحريف دي كنت بفكر في المخ والاعصاب وتحديدا في حضرتك. شكرا. الفقره الثانيه الفقره الثانيه في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ والسؤال الاولاني يعني سؤال مهم قوي، من لا يمتلك الجراحه الملاحيه ولا يمتلك جراحات المناصير واعتمد على خبرته فقط، اولد بيسموه الفيري اولد سكول، المتمسكين بالاولد سكول، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم طبعا. متهم. ما ينفعش في الوقت الحالي ان انا بشتغل عندي في البيت شاشه فلات سكرين وعندي وعندي وعندي، بركب عربيه اوتوماتيك بشغل التكييف، يعني ما ينفعش ان انا ابقى بشتغل الجراحات بنفس الفكر بتاع ولا ينفع بالنسبه لي 10 سنين فاتوا. لا ليه؟ لان انا كل ما باخد حاجه جديده وبكتسب مهاره جديده دي بتنعكس بمنتهى الامانه على شغلي، وربنا دايما بيقول في كتابه العزيز ان الله يحب المحسنين. المحسن ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال المحسن اللي لما بيذبح حتى الذبحه بيحسن الذبحه. فالمحسن في عمله هو اللي بياخد بتلابيب العلم الحديث، بيتعلم كل ما هو جديد، بيجيب الوسائل. شوف الصوره الفيديو خير مثال. النهارده احنا بنعمل توسيع للقناه العصبيه بأداة دقيقة جدا اسمها مايكرو دريل، دي بتدخل مع المنظار. يعني أنا بقدر أعمل عملية كبيرة جدا كان بيتشال فيها العظم من العمود الفقري وبتشال فيها حاجات كتير جدا وبيضعف فيها العمود الفقري مئات المرات، والمريض بيطلع حليت له مشكلة وعملت له عاهة بحلها بحاجة بسيطة جدا. مين اللي عمل ده؟ هو العلم الحديث. وبالتالي النهاردة لابد أن نأخذ بالأساليب الحديثة دي، ما بقتش في رفاهية، لا ده بقت أمانة علمية لابد أن نتعلمها. ده مثلا إزاي أن أنا أحول مريض عنده هشاشة اتزحلق في الحمام وجاله كسر، برجع له الفقرة سليمة تماما وببنج ومخدر موضعي دون أن أعرض حياته للخطر من البنج، ودون أن يقعد في السرير اسبوع واثنين وثلاثة. ده بيعمل عملية دي ويقوم يمشي على رجله في نفس الوقت. ده حقن الفقرات ببالونة مليانة اسمنت عظمي. طيب هختار لحضرتك ده سمك لبن تمر هندي. ده جملة شعبية بتقال، اتعملت فيلم، بس جملة شعبية بتقال انه الشغل ده مش مظبوط. مين اللي اتقال على عليه سمك لبن تمر هندي؟ الدكتور اللي بياخد المريض ويحط على اليافطة مركز مكان وهو قاعد في شقة وبيخدع المريض ويفهمه انه هو بيعمل له احسن حاجة، وهو لا يمتلك الوسائل الحديثة من علم من اجهزة من امكانات من معدات، وبيعمل عملية تحت السلم او في مستشفى تعبانة وبتكون النتيجة والضحية هو المريض. انت ما بتوفرش للمريض، ده بالعكس ده انت بتعك الدنيا. تحط سمك على لبن على تمر هندي، وعشان نصلح ده ونفصلهم عن بعض احنا محتاجين معجزة او مهمة مستحيلة، وساعات المريض بيحطنا في المهمة المستحيلة. الجريمة الضحكة، من هي الجريمة الضاحكة في عالم جراحات المخ والاعصاب؟ العلاج بعصاية. واللي اضحك منه الكواليتي بتاعت الناس اللي بتجيلك. ولما تلاقي ناس، انا شفت ناس جايه يعني بتقول انا رحت لحاج بالعصايه وبتاع، وناس مثقفه وناس هايلي اديوكيتد، يعني متعلمين. غريبة على فكره. ليه؟ عايز انوه للموضوع ده، احنا 80% من مشاكل العمود الفقري يتم علاجها علاج تحفظي بدون جراحه. المشكله بتقع عند اتنين، عند المريض اللي مش على درايه بمشكلته، وعند دكتور غير امين بيروح له مريض مش محتاج عملية بيكبر له الدنيا ويقول له عملية وهو مش محتاج عملية وكان هيخف بالعلاج التحفظي الجيد. ولما ما بيروح ما يلاقيش العلاج التحفظي الجيد بيلجأ إلى الدجل والشعوذة. وبالتالي احنا لينا دور كبير جدا كأطباء. كل ما كنت إنسان كويس ومثال جيد للأطباء كل ما ساعدت الناس على أنها تنتهج النهج الصحيح. ودايما بقول أنت في مجتمعك مش مجرد طبيب، انت لك رسالة. الرسالة دي بيبص عليها ناس كتير جدا، لو عملتها كويس
هتصلح حاجات كتير جدا من غير ما تعمل مجهود. هذهب مع حضرتك الى جزء ثالث مهم جدا، وفي طبعا فوازير، فوازير طبيه، بس الجزء الثالث اللي هو الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ هناك دمج مهاري مهم جدا الان في العالم ما بين الجراحه الملاحيه وجراحات المناصير. طبعا ده يقين. اكيد طبعا يقين، ده بندخل ثلاث حاجات مع بعض او اربع خمس حاجات. الجراحه الملاحيه بندخل معاها الميكروسكوب والمناظير، وبندخل ليزر، وبندخل وسائل كثيره جدا كلها انتجريتد. انتجريتد يعني متعاونه ومتشابكه مع بعضها علشان نقدر نوصل المريض الى حاله صحيه امنه تماما. انا النهارده لما باجي اعمل عمليه في الغضروف زي ما احنا شايفين كده، ده غضروف، هدخل اشيل الغضروف ده ازاي؟ هحدد ازاي انا هدخل على الغضروف ده من غير ما افتح للمريض فتحه؟ ده انا بدخل من خرم ابره على الغضروف ده، بحقنه بماده واصوره تحت الاشعه واركب ده على الكمبيوتر واوصل ده باجهزه استحساس شغاله بالالكتروماجنتيك ويف زي موجات الراديو والتلفزيون، ودي بتخليني وانا بشتغل العمليه اشيل الغضروف اعرف شلت ايه وازاي وكم في الميه من المشكله، وحليت المشكله ازاي، وازاي استخدم الليزر بدقه شديده جدا في ان انا اصل الى نتيجه عاليه جدا جدا دون ان احدث اي عطب او تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. الفزوره هي عباره عن تدعيم لفكره انه انا سمعت كويس، انا سمعت كويس من حضرتك، والكلام اللي هقوله هو كلام انت قلته لي قبل كده، بس انا هقوله بطريقه اللي انا سمعتها منك وانت تقول انا قصدي على ايه. فزوره. تمام. عشان نثبت انه الفزوره ديت يعني اهم حاجه. نوع معين من الجراحات بيسموها جراحات الثقب الصغير، اكيد عرفتها طبعا خلاص. هي دلوقتي الموضه الاعلم والاعلى والافضل والاكثر شيوعا في العالم المتحضر. جراحات المناظير طبعا، المناظير محدوده التدخل. فعلا هي محدوده التدخل او المناظير. دي رقم واحد طبعا. هم يعني بره بيسموها كي هول سيرجري. كي هول، كي هول يعني الفتحه اللي بدخل منها بالمفتاح. تخيل انت بتفتح الباب بمفتاح غير لما تكسر الباب وتدخل. الجراحات التقليديه كلها انا بشيل الباب بالكامل عشان ادخل الغرفه وارجع اركب الباب تاني او ما اركبوش. الجراحات الحديثه كلها هي زي الكي هول، بدخل بالمفتاح احل اللغز واطلع وارجع الاماكن تاني. فهي اهمها جراحات المناظير، اهم ركن فيها بستخدمه هو الجراحات الملاحيه طبعا بالنسبه لنا احنا في المخ والاعصاب والعمود الفقري. اكتر كلمه او اكتر جمله بتوضع على بعض اليافط تنرفز اي استاذ مخ واعصاب، تنرفز اي حد انترستد بالطب في مصر، علاج باسلوب معين هو طبعا انا قلت من شويه العلاج بالعصاية او العلاج بدون جراحه بدون قلب بدون بدون يعني حتى هم كتبوها لغايه الاخر بدون اي شيء هو زي ما قلت، واحد بيطمع في نتيجه كويسه من غير ما يبذل مجهود. على فكره الطب الحديث دلوقتي بيعتمد في علاج المشاكل المستعصيه على مشاركه المريض. المريض لازم يشارك. يشارك ازاي؟ باقتناعه بيشارك، بمشاركته في الخطه العلاجيه بيشارك، بهدفه الاعلى. انا ما شفتش مريض عنده هدف انه يخف وبيستعين بالله وبدكتور كويس وما بيخفش. ما بيحصلش. حتى في اصعب واعصر الامراض ربنا دايما سبحانه وتعالى بيدي الانسان المجتهد بيديه كويس. ودايما بقول للمريض خلي بالك كل ما كان عندك طموح للنجاح انت هتنجح. كلنا جربنا ده في حاجات كتيرة. وجودك معنا اثرنا بشكل كبير جدا، اثر الثقافه الطبيه في عالم المخ والاعصاب، العالم الاكثر صعوبه، اكثر دقه، اكثر اهميه وخطوره في نفس الوقت. اذا كانت لهذه المؤسسه اعمده الرئيسيه بنيت عليها فانت احد هذه الاعمده، ونفتخر بهذا. وجودك معنا شرف كبير لينا ولمؤسستنا. شكرا دكتور ايمن. شكرا جزيلا. طبعا الضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور ياسر حميل كان في الناس الحلوه. خليكم دايما على سلام.
لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعدة لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح ولا اعتقاد خاطئ؟ هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبة 100%؟ من واقع الامر لا، خاصة لو المريض ده بياخد انسولين. مش كل درجات السكر واحدة، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنة، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين.